بكم نمر إلى هذه الوضعية. استنادا اشترى بائع عقاري قطعة أرض في شكل مثلث قائم الزاوية كما هو مبين. إذن هذه الأرض شكل مثلث قائم، القاعدة 40 متر، الارتفاع 60 متر، إذن هذا الارتفاع موافق للقاعدة. إذن باء يمثل الوتر في المثلث القائم، إذن 30 متر هو الارتفاع الموافق للوتر. أحسب ثمن شراء الأرض بالدينار، إذن 50 دينار هو ثمن المتر المربع البائع. نتذكر أو نقيس مساحة المثلث، نتذكر أنها قاعدة في ارتفاع الموافق لها، ويجب أن أتبين جيدا عند اختيار الارتفاع قسمة 2. إذن في هذا المثلث القاعدة هي 40 متر، إذن مساحة الأرض قاعدة 40 متر، الارتفاع 60 متر وليس 30 متر، لأن 60 متر هي الارتفاع الموافق للقاعدة باجي قسمة 2 تساوي 1200 متر مربع. إذن 50 دينار وثمن شراء المتر المربع الواحد، يعني ثمن شراء الأرض 1200 متر مربع ضرب 50 دينار، إذن تساوي 60,000 دينار. نمر إلى السند الثاني. لفصلها عن جاري بنى جدارا على ضلع آبائه، إذن هذا هو موقع الجدار على ضلع آبائه. آبائه كما قلنا هو يمثل القاعدة وهو كذلك الوتر في المثلث القائم. نتذكر القاعدة لها، رأينا في المرة الفارضة القاعدة هي مساحة المثلث ضرب 2 على الارتفاع الموافق لتلك القاعدة. إذن لحساب كلفة بناء الجدار يجب أن أبحث عن طول هذا الجدار. إذن قيس طول الجدار آبائه. إذن المساحة هي 1200 متر مربع ضرب 2 قسمة 30 متر. لماذا 30 متر؟ لأنها هي الارتفاع الموافق للقاعدة آبائه يساوي 80 متر. إذا الآن كلفة بناء الجدار 80 متر ضرب 40 دينار، لأن 40 دينار هو ثمن بناء المتر الواحد من الجدار. 4×8=32 والصفرين إذن 3200 دينار. كما دفع مصاريف التسجيل ونقل الملكية وقيمتها 6% من ثمن الشراء، يجب دائما أن أتثبت في المعطيات التي تأتي بعد نصف المئوية، يعني 6% من ثمن شراء الأرض وليس 6% من بقية المصاريف. إذا ثمن شراء الأرض هو 60,000 دينار، إذا 6% من 60,000 دينار. يمكن عفوا أن أستغني على هذا الجزء. إذا مصاريف التسجيل ونقل الملكية 60,000 دينار في 6×100. إذا نختزل 6×6=36 والصفرين إذا 3600 دينار. نمر إلى سنحسب الكلفة الجملية، عفوا السؤال الثاني هو أحسب كلفة الجملية.
نقصد بالكلفة الجملية جميع المصاريف المتعلقة بالأرض، يعني الكلفة الجملية تتضمن ثمن شراء الأرض وبقية المصاريف المتعلقة بها. إذن مصاريف بناء الجدار، وكذلك مصاريف التسجيل ونقل الملكية. يعني عملية عمودية سنحسب الكلفة الجملية، إذن 60,000 دينار مع 3,200 تكون العملية ناجحة. يجب أن نحافظ على المنزلة الأحاد العشرة العشرات وهكذا دوليك. إذن 0,0,8,6,6 إذن النتيجة 66,000 دينار و800 دينار، 66,800 دينار. وشكرا.